وهلا اخي صادق، كل شي شفته بتتذكره، هلا بدك تحكي للاخ وتم وانف ودقن الزلمه اللي شفته بدك تحكي له اياهم بالتفصيل، تمام؟ الاخ رح يرسمه ونحن رح نشوف الرسمه ونمسك الرجال، فهمت؟ ماشي اخي مثل ما بدك. يلا بلش، انا واثق فيك اخي. اطلب له شاي لصديقي وبس تخلص بتوصله على البيت. ايه ماشي يا اخي، تكرم. يلا يا بطل يلا. يلا جاهزين يا بنات؟ اوف هلكنا وما كنا نخلص ترتيب لهلا. اوف لك حسرات، بتقولي انك بهلوان ورشيقه، معقول كرسيين خلوكي تتعبي؟ رح نبدا بعد شوي يا بنات. سبب اجتماعنا هون هو طلب من ميليس خانم، لانه رح تجي هي وخبير نفسي ويعملوا لنا ندوه لتطوير الذات حتى تستفيدوا. شو يعني هذا التطوير الذاتي؟ شو بكون مثل الهوارين؟ بعدي هيك روحي نلعي من هون. هي انتبهي ليش عم تفشي؟ مو شايفه قدامك ولا ايش عم تفشي؟ على مهل صوتي شو عم تلاقي خالتي تضربي بهالشكل؟ دينيز لوك او شو اللي صاير هون؟ شكله في تدريب للجواسيس ما؟ شو قصدك انتي؟ شو قصدي ما؟ انتي بتعرفي قصدي منيح. انتي وهديك المحنايه بتعرفي شو يعني جاسوس وشو يعني مخبر. ليكو يا بنات، اليوم رح اعمل معكن منيحه. رح اقدم ندوه بعد شوي. هاي الندوه رح تكون عن الحرب مشان تتعلموا منيح. شو قولكن؟ موافقين؟ اللي بيهمها الامر تيجي. يلا على المكتبه تعالوا شوفوا عرضي، رح تستفيدوا كتير. يلا تعوا معي كلكن. يلا تعوا. يعني مو معقول الحماس والتنظيم اللي كان، كيف باعونا خلال ثانيه واحده كرمال قدره؟ انتي مو شايفه؟ خبرت الكل انه نحن جواسيس عند الشرطه لانها حقيره. شو بدها تعمل بعد هالحركه؟ قدرت بهالحركه رح تكسب من ورا كذبه جيش كامل. ييش وإنه مرة وسخة. انتي رتبي هديك الجهة. ليكو يا رفيقات، هلأ هذا السجن بيكون مثل بيتنا، هو شرفنا. ما بدنا يكون في جواسيس بيشتغلوا مع الشرطة، مو؟ يعني نحنا ما رح نسمح لهالنسوان تخرب لنا الشغل وتخسرنا أكتر. إذا بدهم الحرب منحارب، إذا بدهم الحرب منحارب. وهلأ اسمعوني منيح، إذا اضطر الأمر أنا مستعدة شارك تجارة مع حدا منكن، وحتى إذا بدكن كوني أنا صديقة مستثمر علي القيمة رح أعطي قرض لأي وحدة فيكن محتاجة هالقرض وبأسرع وقت. أنا بكفيني إنه هاي المخبرات تروح من هذا السجن وبلا رجعة. نحنا بهالسجن ما بدنا جواسيس، نحنا بهالسجن ما بدنا جواسيس، نحنا بهالسجن ما بدنا جواسيس، نحنا بهالسجن ما بدنا جواسيس. جاسوسات. الوضع كتير متوتر، بتوقع رح تصير مشكلة. لا تخافي منلاقي شي طريقة. الشيطان عم يقلي لا تتعاملي مع قدرة بهالصبر، والله جعبالي. لا تجني عزراء، رح تطلعي قريبا، بدك تصبري. جاسوسة. اسكتي وليه؟ تمام روحي امشي. شو هذا يا زيرين فوق وهي قدرة تحت؟ شو هالوضع؟ خلص روحي واحكي مع الكل. شو بدك يعني احكي؟ مثل العادة عن حالك مثلا، لازم تحكي في بس على الراديو. احكي عزراء، جربي هالاسلوب هالمرة. يلا Thank you.
حسراء. يلا على الراديو. ضيفتك الغالية هي اللي سحبت حبل الملكة ولا أنا؟ آه؟ مين يلي سرق خزنة الشيطان؟ لو أنك اتصلتي بضيفتك قبل ما تتصلي معي مو كان أحسن؟ أزلان؟ شو صافت؟ يلا تعال. سلام يا بنات، أنا عزراء، عزراء كايا. كنت منفصلة عنكم لفترة، اللي بيعرفني بيعرف هالشي. انفصلت عنكم بشهرتي ومكانتي، بس أنا هون من جديد بعيدة عن كل شي بدأت فيه، بس لساتني مستعدة وكأنه رح يبدأ كل شي من جديد. اللي بيعرفني بيعرف مين أنا، ما بدي أحكي عن حالي، بعمل كل شي وبجرب لتزبط. في شي واحد ظابط بوضعي، إنه ما في وجود لإلي غير للناس اللي بعتبرهم من عائلتي. في وحدة بينات بتقولوا عنها القبطان الخرز الزرق، هي إنسانة مختلفة وصبورة. أنا بحترم طريقة الصبر تبعها وقديش نيتها صافية وواضحة للكل. وهلأ أنا قدامكم لأنه هي شجعتني أحكي لكم، بس خليني أخبركم أول شي إني ماني مخبرة ولا رح صير. عملنا كل شي لحتى نبقى تحت سقف واحد، وأحياناً بدنا نجرح بعض، وأحياناً نتخانق ويكون الثمن روحنا. بس أنا ما خلت رفقاتي أبداً، ما خلت حدا، حتى أنا مستحيل أطعن حدا بظهره. لهالسبب ضميري مرتاح وقت حط راسي على مخدّة بنافورة. وكتير مهم إنه يكون ضمير الإنسان مرتاح. الإنسان النظيف بيسعى لهالشي. أنا بقدر حاسب حالي من بعد هلأ. إذا حدا قال لي إلي أو لرفقاتي وشكك فينا بهذا الموضوع، يفكر مرتين بالأول وخليه هو يحاسب ضميره قبل ما يجي يحاسبني بشوية عقل وشوية اتزان. كمان هذا الشيء اللي حلك. كل هالحكي كذب، كله خداع ونفاق. مين عم يحاولوا يخدعوا هدول؟ ألو ولي، كيف صحتك؟ شو عم تعمل؟ الله يخلينا ياكي، ندعي لك بالسلامة. منيح. كيف الأوضاع عندك؟ صاير معك أحداث منيحة ولا لا؟ لا والله، هنن لقوا جسد وجدي. شو ها؟ كيف يعني لقوا؟ مين لقى؟ هوين لقوا؟ ما بعرف يا أختي، بس برأيي هذا مارت اعترف للشرطة وقال لك كيف رح يلاقوا جسة. انت شو عم تقول يا ولي؟ شو اللي عم تقوله؟ هيك والله، إذا مارت عم يعمل شي من ورانا رح نحترق كلنا. قلت بخبرك.
معك تولغا، شو صار بالرسمة؟ لك شبك ابني؟ يعني مع كل هالوقت هاد ولسه ما خلصت الرسمة؟ تمام تمام، ناطرك. استنى اسمع، وصلتوا للولد على بيته؟ تمام، يلا ناطر خبر منك. شبك يا أوزلا؟ حاسستك متوترة ما هي؟ ضمير، مو حكيتي عن الضمير؟ أنا ضميري ما أنا مرتاح يا عزراء، فكرت وقلت لازم فضفض لشي حدا. ايه احكيلي. بطاقات التاروت يلي كانت مع دينيز، يمكن يكون هالشي سخيف بس بصراحة في شي ضل معلق براسي. أنا مبارح مرقت على بيت زيرين خانو، كانت عم تحكي مع شب على الباب، هنن ما شافوني بس أنا سمعت الكلام اللي حكوا. ايه شو كانوا عم يحكوا؟ عن مرة شعر أحمر وهيك شغلات. دينيز، وين البطاقات؟ شو صاير؟ لك البطاقات؟ أعطيني البطاقات، أنا حكيت مع أوزلام هلأ حلت المشكلة على الأغلب. شو عم تقولي؟ خدي. شو قالت لك عن هاي؟ قالت الخالة صفية إن بطاقة القوة كانت معكوسة، وهذا بيعني إن فقدان القوة بشكل ما. هي أنا دينيز والشيطان قدرت، هي كان عليها خط صحيح. هي ميليس كانت بدها تقلعها من هون. بس دقيقة عزراء، أنت شو عم تقولي؟ هدف زيرين بهي البطاقات إنه كل شخص حاططه براسه له بطاقة. أنا هذا رأيي. إيه بس مين هاد؟ مين 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 بده يكون؟ أرجان، ممكن تجيب لي شغلة يمسح فيها؟ بسرعة. تكرم. تفضل أخي. يسلم. لو ايه بعت لي اياها. تمام يسلم. مين انت يا ترى؟ سحبت سيفها بوشك، صار عندك منافسة حقيقية زيرين. منافسة ايه، بس مانا قوية باللعبة قدي. ومن وين بتعرفي بالله؟ ما بلشت هجوم عليك لسه؟
خبريني من وين بدك تعرفي بالله؟ هي ما بلشت هجوم عليك. ما قدرت نام لوش الصبح. يعني معقولة هالبطاقات تكون أهداف زيرين الحقيقية؟ إيه هذا رأيي، لأنه الشغلات اللي قالت لي إياها والبطاقات اللي معنا ليكي الملكة وحتى الشيطان وسرقة الخزنة كانوا عن قدرات. خزنة؟ يعني تقصد أنه خزنة قدرات؟ سرقة خزنة قدرات بقصد بالخزنة أنه كيف انسرقت مصرياتها وأملاكها وكل شي بتملكه بهي الحياة، كله هذا صار مع قدرات. ملها قدرات وبناتها والمأمرة اللي عندها، كله هذا تدمر حتى انسرقت خزنتها، كلها صار مع قدرات. وقدرات عندها خزنة تانية غير المصاري؟ بقصد هي ما عندها بحياتها شي غالي غير المصاري؟ في حفيدة قدرات، مصبوط في حفيدتها. هداك الرجال اللي خطف حفيدتها معقول هو زلمة زيرين؟ ايه هو اللي صور ناجية معناته. إذا كان نفس الرجال، لكن مين اللي حطوا الصور بغرفتك وغرفة قدرات؟ زيرين؟ يمكن ناجية شافته ويمكن استلمت البنت من هالرجال. لازم نوصل لناجية بسرعة عزراء. صح. إذا كنتي أنتي هي، شو قالت أزلام عنا؟ تتذكري شي؟ لا ما بتذكر بالضبط شو قالت. مثل قضيت على صاحبة الشعر الأحمر أو وقعتها للحمرة، خليت البنت الحمرة تهاجر. معناتها كل شي بيدل على أن زيرين الفاعلة، هي اللي بعت حدا على الإنشاءات وقتل يجي. هداك الرجال اللي عمل الجريمة هو زلمتها. ايه يعني زيرين. ما بعرف، يمكن منلاقي حل. عزراء أنا ضعت كتير، كل شي حكيناه بيضل احتمالات. يمكن الإيميل إجا هيك. معقول استنتاج كل هالشغلات مزبوط؟ يمكن ما نازيرين. طيب لكن مين بعت الإيميل هاد؟ ايه يمكن، يمكن صح ويمكن غلط. ما كان في حدا من هدول بيقدر يسحب سيفه بوشك، بس هي جرأت على هذا الشيء. دينيز ما بتشبه البقية بنور. إذا قلنا قتلت الملكة، عم قول الملكة ميليس، على الأغلب ميليس. أنتم متأكدين؟ ملكة السيف قوية كتير وصاحبة الحكم وبإيدها كل شي وبتدل على مرة كتير قاسية. إيه صح، ما أنا ميليس. عم تقول قتلت الملكة مزبوط؟ بس هي ما قتلت ميليس بنوم. مزبوط. مين لك؟ هالبطاقة عجيبة وأنا كمان ما فهمت بالضبط شو هاد. البرج المهدوم هاد. عن جد ما بعرف إذا كانت هي أهداف زيرين، وزيرين على شو ناوية. يعني صار لازم نلاقي كل الأشخاص اللي بتقصدهم بهالبطاقات. بما أنه أعلننا الحرب عليها، صرنا مجبورين نكون قدام احتمالين. مين هدفها الجاي؟ مين؟ لازم نعمل ضدك حملات كبيرة.
بلا ما أعطيكي فرصة توقفي بوشي. أنت هيك بدك؟ قلت لك لا توقفي بوشي. أنا أساساً ضدك. برجع بعيد وبكرر كلامي يا عزراء ويا دينيز، القوة الكبيرة عند زيرين والحكم معه، وانتو هون بين أربع حيطان واللي بتقدروا عليه محدود كتير. حتى لو كنا بين أربع حيطان، في دنيا هون خالصة فيه، يمكن أصغر من الحياة اللي برا، بس نفسها، نفس المشاكل موجودة. يعني مثل ما في نقاط ضعف لعدوك اللي برا، على الأكيد في نقاط ضعف لعدوك اللي قاعد جوا، ورح نلاقيها. بعدين اختي صفية، نحن ما لنا قاعدين هون عم نتصفن، نحن عنا ايدين برات السجن، ما لنا محصورين هون بمعنى الكلمة. ومثل ما قالت دينيز، اذا لاحقنا ناجية منوصل للحل. اي صح. ووقتها رح نعرف من ايديا لزيرين برا هالسجن. انا لازم خبر تولغا، خليه يدور بموضوع ناجية برا. خد هي. صباح الخير معلم. صباح النور. جاي بكير. وانت كمان مبكر، شو قصتك؟ معلم انا دايما هيك، اجا رئيس جديد وبدك تخليه يشوفك انك بتيجي بكير وحرج. لا معلم، ليش هيك عم تحكي؟ حتى انت جاي بكير كمان. انا كل يوم هيك. هات لشوف، روح جيب واحدة إلك. وحاكي معلمك باحترام. ايه صح. وهنا شكرا لك. كيفكن شباب؟ صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور. والله شكله الرئيس الجديد خلقه ديه، بيضل متحرقس، بيتضايق من الملفات والقضايا الطويلة، بده نخلص بسرعة. ليش معلم؟ أي قضية اللي ما انحلت لسه؟ هاي القضية أورهام. مين هذا الشاب؟ مين؟ ما بعرف، شوف قاعدة البيانات وشوف مين. آه مو هذا الشاب كان بحادثة عزراء كايا وإله علاقة بالجريمة اللي صارت؟ تمام، اهدى، شو صار لك؟ لا تستنى، حرك حالك، يلا لشوف. ماشي معلم. ألو، تفضل. صباح الخير، إن شاء الله ما أكون أزعجتك. لا ما عندي شيء. اليوم أنت فاضية؟ لشو عم تسأل نجدة بيك؟ لسه بتقولي بيك؟ مو مهم. شو رأيك نلتقي؟ ما رح أخذ من وقتك. تمام، خلص بشوفك. وين بدك نلتقى؟ تمام، اتفقنا. شوفك الله معك. وينكن انتو؟ شو عم تعملوا بالغرفة من الصبح؟ يلا تعالوا، جهزنا الفطور وطلبنا فطاير لأنه عازو اجت وفرحانين فيها. يا بنت قلتيلن ما هي؟ ايه. شو فضيحة، ما بتعرفي تخبي كلمة بطنك؟ كنا بدنا نفاجئك يا عزراء. أصلاً أنا شميت ريحة الفطاير. يلا. بس ليه؟ تعي خالي صفية. لا أنا مو مشتهية الفطاير، كلوا أنتو. ماشي. عندي النوم أحسن من أي شيء، بدي نام شوي وريح حالي. تمام. البرج المهدوم هاد يعني رح يصير كارثة، يعني قربت النهاية. الله يكون بالعون شو ما كان رح يصير معه. أهلا وسهلا. دوغو. أنا دوغو؟
امبارح بالبار كانت ليلة صعبة. تذكرت. أنا آسف، لا تؤاخذني على اللي صار كرمال الله. لا مو مشكلة، بالعكس كنت شربان ومبسوط. أنا وصلتك على البيت بالزور، تذكرت العنوان. عن جد؟ هذا أنت امبارح وقعته بسيارتي. عن جد يسلموا إيديك، ما انتبهت إنه وقع أبداً. عن جد ما عم بتذكر شيء أبداً، يعني في أمور مو كتير واضحة قدامي. ما عم بتذكر شو صار مبارح، ما كنت هيك من قبل. كان باين عليك إنك مهموم كتير، هيك أوقات الشرب ممكن يأثر على الإنسان. بلحظة وقف عقلي وما عاد تذكرت شيء. عذبتك معي كتير، ما تواخذني عن لا شو هالحكي، تكرم عيونك. مرحبا، تعال. انت مين ناطر هون يا ترى يا حلو؟ انت مين ناطر؟ اللي مين؟ قديشك ظريف وحلو انت. دخيله. اتفضل نشرب. لا يا اخي شكرا، غير مره ان شاء الله، صدقني مستعجل. لا معقول اخي، اصلا انا خجلان منك. يلا فوت خليني اشربك شاي، بلكي بوقت تاني احسن، مثلا نشرب كاسين وكمان منكمل الحديث مطرح ما وقفنا. ايه خلص، اليوم المساء وعلى حسابي. اليوم المساء، اليوم المساء. لا ما رح ارضى ولا باي عذر اخي. يلا وافق، اذا ما عندك شيء بشوفك. خلص تمام، نلتقي المساء. ايه ماشي اتفقنا، منلتقي. على راسي. الله معك. عن جد انت كتير مهذب وقاعد عالي. ايه دخيله واحلى. يا الله على هالنسوة. دوغو، ما تواخذني، نسيت اسألك اي ساعة بدنا نلتقي؟ يلا بشوفك يا حلو. 8 بيناسبك؟ ايه اكيد. اوكتاي، شو عم تعمل يا اخي؟ اوف لا تسألني، تعال فوت. ليتني جاي جاي. شو صاير معك؟ تأخرت كتير على الشغل، قلي شو القصة؟ لكن رح فوت بالموضوع دغري، بس يا ريت لو كان معك شوية وقت. ما في مشكلة، الشرطي السابق أوكتاي، انت قلتيلي اني راقبه وانا نفذت. شكرا كتير. حتى انه مبارح المساء صرنا رفقة واكلنا انا وياه، والمساء رح نرجع نلتقي. وليش؟ حبيته لهالشاب والله، حديثه كتير حلو. ليك ما بعرف شو عملت، بس أوكتاي مانو رجال غبي، كان بالقوات الخاصة، يعني إذا اكتشف صغرة رح تكون ردة فعله كتير قوية. أنت لا تاكلي هم يا خانو. إيه شو بدنا نساوي؟ كيف يعني شو رح نعمل؟ شو نفذ إنه حادث ولا على إنه انتحر هيك لحاله؟ أنا شفته مكتئب أساساً، هيك أحسن. حالياً لا تعمل أي شيء، استنى مني خبر. أنا جاهز، خليني خلص عليه. وين المشكلة؟ وبعدها بتحطم البرج وبننتقل للبطاقة الثانية. خلص أنا بخبرك شو لازم تعمل بالتفصيل، لا تستعجل أبداً. ترك الرجال يلي قتل أختك لآخر واحد. أنا أولوياتي تغيرت. أيوة. خود لشوف، شراب هي أوكتاي، وبعدها شراب مي، لازم تنظف جهاز الهضم. كتير تأثرت باللي صار معي يا زلمة. لك أخي، لو ما جابني الرجال على البيت كتير كان صعب علي لاقي الطريق اتخير. عن جد أنت مانك طبيعي. تولقى هاد. خير إن شاء الله. ألو ابن دفعتي. كيفك ابن دفعتي؟ شو أخبارك؟ منيح، يعني تقريبا منيح فيك تقول. صوتك تعبان كأنه، شو صاير؟ لا ولا شيء. الحياة تعرف صعبة كتير ومتعبة كمان. لا عاد تفكر يا أخي، خلصنا، هي مو نهاية العالم. كنت بدي أطلب منك شيء بصراحة. كان بدي التقي بعزراء وبدي إياك تساعدني.
يا الله دخيلك، مو على أساس تسكر الملف وخلاص؟ إيه صح، هو تسكر، بس أنا كنت بدي أسأله على كم شغلة. كنت دقيت لمراد بس ما معي رقمه. مراد بيحلها طبعاً، ليك ومعي رح قله خلص. إيه تمام تمام، ده كان قله يتصل فيني، وإذا بيبعث لي رقمه بيكون ممتاز كتير. انتباه انتباه، بلشت ساعة الهاتف للقسمين بواحد وباثنين. بلشت ساعة الهاتف للقسمين بواحد وباثنين. اتركوني يا بنات، أنا ما بدي أصبغ شعري، اتركوني. إذا صبغتي شعرك بتطلعي كتير حلوة معزة، صدقيني. لا ما بدي، ما رح خليك تصبغي. هيفي ما كتير تشدوا عليها حتى تصبغوا لها شعراتها لهالكركمة. امسكوا مكواية وبلشوا فيها كوي أحسن، إيه؟ حتى تفردوا لها تجاعيدها. لا تطلعي لسانك ولا دودو. قالت كركمة. أنتوا لا تشتغلوا فيني، خلاص اصبغوا لها الكركمة وخلوها تنشاف، أحسن ما يقلعها حسن ويحاكي غيره. والله لو ورجيك تحكي على حياتي على الحياة بالك عشان تبكيك وتحكي على حياتي. ما بدلك فيها هاي المشروعة هاي، خلص عدي وروقي مشان احط لك مكياج. خير إن شاء الله، رح تتصلي بالشرطة؟ استني دورك. شو عم تحكي؟ إذا حكيتي على الراديو كلمتين وقلتي مانك جاسوسة، ما تفكري حالك نفدتي. الإنسان بيخجل، أنت كيف بتطلعي بعيون الناس بكل وقاحة؟ فه، وحدة حقيرة. الحقيقة اللي لازم ينعمل مع وحدة مثلك إنه نقصل لك لسانك لما تقدري تحكي مع الشرطة. ليك، في حدود للصبر. أنا محترمتكم ومفكرتكم بشر، لهيك صابرة وساكتة، فلا تخلوا صبري. وشو بصير إذا خلاص؟ شو بصير؟ بتنادي للشرطة؟ اسمعوا انت وياها وافهموا كلامي منيح. قدرات عم تحفظكم الحكي وانتوا بتحكوا، لهيك لا تخلوني جن عليكم. طلعوا من وشي يا بنات. حيوانات يا بنات، على مهل شو هاد؟ رجعوا لورا، يلا لورا، يلا. خلصت ساعة الهاتف، الكل يروح على غرفته، يلا لشوف. ايه بس لسه الساعة ما خلصت. عم قول خلصت، يلا لشوف. كله بسبب هالجاسوسة. لا ما شو قلت حيوانه خرسوا لحمارة. سكتي انت ولا حرف. يلا عزراء، بدك تنتبهي ولا تتجولي كتير بهذا المكان. ايه صح كلامك مزبوط. يلا تعي. دولجا اتصل فيني. ايه وانا كنت بدي دق لهم من شوي. عنده رسالة لإلك. ايه وشو هالرسالة؟ ايه ماشي ماشي، فهمت عليك. مارت ما اعترف بشي حضرة المحامي؟ منيح، طلع قبضاي. عن جد برافو عفارم. ايه والجلسة بالاسبوع الجاي لك. منيح. طيب منحكي، خبرني بالتطورات. مين ما كان اللي عمل هيك، رح تشوفي كيف بدي حاسبوا عليهم وحدة وحدة، وما رح اسكت لهم. العمى بقلبهم مفكرين اذا ما كنا معك بيقدروا يعملوا لك شي. حسرة، ليش هالحكي هلا؟ هدول اربع خمس بنات من قدرتي اللي لعبت بعقلهم. منيح انه اجا مراد على الوقت. ايه اختي دينيس، فهميني انت ليش بتحاولي تربطي لي ايدي؟ لك هاي قدرات، كأنك مفكرتيها كتير بتفهم بالمعروف وبتعرف تحترم حدا. لك لك انا غلطانة شي؟ احكي لك كلمة. حسرات دينيس، بدك قدرة تصرخ علينا ونحن نخاف منها؟ يعني مو نخاف يا حسرات، نحن بدنا نبعد عن المشاكل مو اكتر، تمام؟ وخاصة مشان عزراء، فهمتي؟ بدك يانا نوقع بموقف غلط؟ يعني زيرين هاد اللي عم تخطط له. المرة الجاية منروح سوا، وبتروحي بتحكي مع تولجا. ما في داعي، لأنه تولجا حكى مع مراد، قال خلي عزراء تكتب اسمي بلائحة الزوار لحتى أجي، ولهيك قلت بروح بقلها لزيرين تكتب اسمه. بضرب عصفورين بحجر واحد. ايه تمام. أنا معصبة، ما عم أقدر أمسك حالي، ما فشيت خلقي، بدي فش خلقي. لك الله يلعنك يا قدرات، الله يلعنك يا قدرات، الله يلعنك والله. خلصنا حسرات، اهدي شوي وروقي، وعديني ما تساوي شي. حسرت واضح شو عم احكي؟ ايه ماشي بوعدك.
تعي لحتى نخلص الإجراءات، رح نحطك بالقسم شي اثنين. داريا، أنت سامعتيني؟ أزلم خانم، بقدر روح على قسمي القديم؟ يعني إذا كان ممكن. قسمك القديم؟ والسبب؟ هنيك أحسن إلي، يعني هنيك برتاح أكتر لو سمحتي. لأنك مريتي بأوقات صعبة رح لبي لك طلبك، تعالي. شكراً كتير إلي. تكرم. هاتي لأشوف شو في كمان أخبار جديدة، خبريني. في كتير والله. يا بنات أنا كتير صاير عم ضوج بهالسجن، كل يوم نفس الشي. كلنا هيك والله، معك حق. داريا؟ مو هي داريا؟ والله كيف بقى؟ امشوا لشوف. خلص بسيطة، تعال. أنا بتصرف يا بنات. بس انتوا ولاد داريا طابت ورجعت لعندكم. أنا كنت رح حطها بقسم تاني غير هاد، بس هي رفضت بدها هذا القسم. بتمنى ما يصير مشاكل، انتبهوا منيح. روحي على الغرفة 16. ما نجحت حتى إني أقتل حالي يا دينيز، سامحيني. أنا كنت رح سامحك أساساً، اللي زعجني هو إنك تخليتي عن روحك ببساطة. داريا لا تعيديها، لا كرمالي ولا كرمال أي حدا. لا تتخلي عن حالك. أهلا وسهلا. روحي ارتاحي. بدي اقول لك شغله معلمتي. احكي ولا شوفي. انا من دقيقه شفت داريا رجعت لهون. شو قلتي؟ ايه داريا ما غيرها. ايه ايه لعمة، يعني طابت ورجعت. ايه اكيد. شو هالحكي هاد؟ شي بيتحولوا لاشباح وشي بيطلعوا من القبور كمان؟ عن جد شي ما بيتصدق. ليكون هالسجن مسكون بالجن يا بنت؟ شلون عم يرجعوا من الموت؟ ما عم يموتوا الكلاب؟ اخذوه على قسم دينيز دغري. شو قلتي؟ تعي لقلك، تعي. ملتم خانم. خير؟ شو في قدرات؟ ليكي ملتم على السريع، بدي احكي مع زيرين خانم ضروري. شو بدك منا وليش على السريع؟ لك يعني لو ماني مضطرة ما بطلب منك ملتم خانم. بس هلأ اللاسلكي مانو معي، بس اسألها إذا فاضية برجع بخبرها. يسعد صباحك. صباح النور. أنا كنت عم دور عليك، قلقت عليك، تأخرتي. كان عندي شغل خلصته وإجيت. في مشكلة يعني؟ لا، يعني مواضيع عامة، فكرت نشرب قهوة سوا ونحكي شوي.
تمام، بس تفضل تعال لهون وأنا كمان لسه ما شربت. تمام ممكن، بشوفك عن إذنك. زيرين خانم، جبت لك ملفات النيابة لازم توقعي عليها. تعال. اليوم انتهى علاج السجينة داريا بوزباير، سلمونا اياها وانا عملت لها الاوراق اللازمه وحطيتها بالقسم بواحد. كيف اخذتيها مهجع دينيس؟ ليش؟ هي طلبت هذا الشيء وانا ما شفت في مانع. غريب كتير. طيب ماشي، في شيء غيره؟ ايه بالحقيقه في، بالنسبه للتحقيق يلي انفتح باسمي وقت كنت نحكي بعدين اوزلام، هلا عندي شغل. ايه مفهوم. طيب عند اذنك. انتهيتي دينيس. قديشك مسكينة؟ عملتي الهجمة الأخيرة أول شيء؟ أنا هيك علمتك تلعبي؟ هيك طلعت خبرتك لك؟ أنت وحدة جبانة. تمام جيبية. يلا قدرات. زيرين خانم ناطرت. يسلموا حبيبتي. أكيد هي ما تحملت صوتك الحلو وفورا قبلت الطلب وقت قلتي لها، ما هيك ملتام؟ أوه جاسوستنا المحناية، أنت كمان رايحة لعند زيرين؟ عن مين رح تفسدي هالمرة يا فسادة؟ خلصنا بقى ستي، بلا العي فاضي. قدرات. خلص يلا قدرات. مالتي كيف صار جرحك عازو يلي انجرحتي وانتي عم تحلقي دانك؟ لا تشغلي بالك ستي. عم يوجعك شي؟ بس بصراحة كتير لا بقلة. منعمل لك مثله بس نفضالي. هلأ بدها تبقى ساعة هالختيارة جوا، كان لازم أقدم طلب لزيرين بلا ما أجي. شغلي ما بياخد وقت بس مستعجل. لا تقلقي أنا رح فوتك، ما رح تطولي. لا يسلم. تكرمي. تفضل. وديرتنا شو أخبارك؟ قدرت ليش طلبتي تشوفيني؟ أنا عندي طلب صغير لإلك. السجينة داريا انتي نقلتيها على قسم دينيس، يعني مو كأنه هالشي خطير؟ دينيس وداريا؟ داريا هي اللي طلبت هالشي. كيف؟ داريا هي اللي طلبت تروح على قسم دينيس. هالبنت حاولت تنتحر بسببهم ورجعت جديدة من الموت. شو عرفك ما تكون جماعة دينيس عملوا فيها هيك؟ أنا ما بعرف بس ما بتوقع. شو لسه؟ في عندي طلب تاني لسه. يا ستنا شو راح يصير بوضع ابك؟ البنت تعفنت جوا. مديرتنا زيرين خانو. ايه معك حق، معك حق، رح طالع ابك. ايه والله يا ريت رح تطالعيها، مو هيك؟ ابك بتفيدك كتير. شو قصدك بتفيدني؟ دينيز وعزراء مع بعض أكيد رح تكون قوتهم أكبر، يعني ماني حابة يخرب التوازن جوات السجن. يا مديرتي أنت ما في منك، أنا كتير معجبة فيك. قدرت بالمناسبة بعرف إنه أنت اللي نشرتي موضوع خبر الجاسوسة. اسمعي لك، إذا كنت أنا اللي نشرته ولا مو أنا اللي نشرته شو صار؟ أنتِ ما رح تقدري تحجبي الشمس، ما رح تقدري. قدرات مثل ما عم قلك. قدرات
طيب ماشي، يلا الله يوفقك ويفتحها بوشك، الله يفتح لك ذهنك على الكل. قدرت طلع، انت مانك بحاجه للتفكير وللذهن المفتوح. انا قلت هالشي لانه ما بيضر اذا الواحد فتح مخه زياده. رايحه ملتام، ملتام خانو تعي خديني امي. زيرين خانم، عزراء كايا برا وبدها تقدم طلب زيارة. عزراء تعالي يا عزراء، تعالي. سلام، طلب زيارة لإلي. تولغا كاراداك، شو درجة القرابة؟ صديق مو أكتر. ما تواخذيني، بيرنا خبرتني إنك مشغولة بس القهوة رح تبرد، بالزور قدرت لاقي وقت لحتى نشربها سوا. تمام عزراء، بيقدر صديقك يقابلك. شكراً إليك. ما كنتي تشربيها بسكر، يعني بقي هالشي بعقلي من هديك الليلة. شكرا لإلك، ملاحظتك قوية. انتي هلأ والصبح مراد؟ كأنكن عم تعملوا مناوبة إعادة تأهيل؟ شو هالحكي؟ شو دخل هي بهي؟ صرنا كلنا بنص العاصفة، لازم نصبر ونكون أقوى من هيك. أنت ضحيت بحالك بس أنا لهلأ بتصارع مع مخالب زيري. أكيد الشغل صعب بدونك. معك حق، حاسس وكأني رميتك قدام الوحش وهربت. دينيز معها حق، ما حدا غيرك بيقدر يتحملها. دينيز طلبت منك هذا الشيء؟ أوكتاي، أنت عم تاخد الدواء بوقته؟ عم باخده. قصدك عن الرشفة؟ إيه لك، صايرة إيدك عم ترجف كتير. إيه صح، اليوم عم ترجف زيادة. بتصير تأثيرات سلبية إذا صرت أشرب كحول وأنا عم أخد دواء؟ أنت شو عم تقول؟ أكيد أنت عم تمزح أوكتاي. ما حدا بالعالم ما بيعرف إنه الكحول بيضر بهيك وضع. شو صاير لك؟ لا تشرب الدواء. بيضر؟ عم تمزح؟ الكحول طبعاً هو يلي بضر. عم امزح معي؟ صاير مثل الولد. دودو، كأنه كلام أختي معزت شغلك بالك معي؟ لا. طيب لشو لحتى تفكري بكلامه؟ هي عم تقول هيك لحتى تضايقك أصلاً. يعني ليش لحتى يتركك أخي حسن؟ إلا كان وينه؟ ما عم يتصل ولا عم يسأل. قال رفيق عزراء إنه رح يطلع منها، هيك قال المفوض. تنقوش اسمه؟ شو اسمه؟ هيفيس؟ إيه صح، قال أنا رح حل القصة كلها. شو صار؟ مين عم يدق؟ ولك تحكي مين؟ هاي أنا أختي دينيز. مين يلي جاي؟ مين أنتي؟ لك افتحي. هاي عزراء لك، حسرة عزراء، يلا افتحي لها. عمل لك مين أنتي؟ هاي حسرة، هاي أنا. عزو؟ والله قلت بجوز تجي شي وحدة من بنات قدرة، لهيك قفلت الباب. ايه عادي حياتي، عادي، ما لازم الواحد يأمن بهاي الأيام. برافو. تمام. ايه شو صار؟ قدمته. وافقت؟ وافقت.
كيف كانت ردت فعلها؟ مزاجها رايق. أكيد هي عم تخطط لشي. وقت بدي أحكي مع تولجا وأشرح له قصة البطاقات وقصة ناجية، بعدها ما رح فكر إذا كان مزاجها رايق ولا معصبة، لأنه ما بتهمني. إذا ما عملت قدرة شي هجمة تانية من هلأ حتى يتحرك تولجا. ما عم تفكري تخبري البنات؟ أوعيك، برأيي بلا ما نخبرهم. رصاصة قدرة واقفة على دائرة، لأنه إذا عرفت إنه زيرين حاطتك براسها رح نحترق كلنا. إيه مظبوط. يا بنات ما بيجوز هيك، امشوا معي تعالوا. يلا بعتذر منكم كلكم. ما عاد تحكي هالحكي، كل الناس بتغلط اختي، مين منا ما بتغلط؟ خلاص انسي. ايه ومين اللي عمل الخطأ الكبير؟ طبعا قدرة اللي طلعت قدامنا بمباراة كرة الطائرة. مباراة كرة الطائرة. ايه ولسه دودو. تخيلي يا داريا، في حدا ما بيقدر يصد ولا ضربة واحدة؟ ايه لنكون صريحين شوي، صدت ضربة واحدة صحي سهلة بس صدتها، المهم انها قدرت عليا، كانت سهلة مو لهالدرجة. خلص لا تزودوها، لا تصدقي هالحكي. خلص اخضعي للامر الواقع، قولي انك مو شاطرة فيها. خلصينا. حزري شو صار داريا؟ حسرات كانت قتلت قدرات. عن جد ما في داعي تكبروا القصة كل هالقد يا بنات، عادي كتير. بس مين أنقذ قدرات من بين إيدي أختي دينيز؟ والله فكرناكي بتعرفي. نحن فكرنا دينيز ماتت وبكينا كتير عليها. أيوة. وشفنا الويل بهالكم يوم. بترجاكي وقفي، بترجاكي لا تضربيني، لا 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 تضربيني، رح اعترف بكل شيء. والله الله يوفقك لا تضربيني، انا هلا رح احكي لك كل شيء. والله اللي طعنت دينيز هي قدرة، انا طعنتها لنقصان. لا تقربي، لا تقربي، لا تقربي علي، هاي خبرتك اللي بدك اياه. اتركوني، اتركوني بحالي بقى، اتركوني. Thank you.
ما رح تقول شي من اللي حكيتي. أنا سمعت اعترافك كله، ما حدا رح يسمعه غيري. اللي صار هلأ رح يضل بيناتنا كلمة واحدة ما رح تطلع من دمك لبرا. ما رح أحكي مع حدا زيرين خانم، ما بدي أحكي مع حدا أبدا. ممتاز، انبسطت لأنك فهمتي علي. أنت جاهزة لحتى تطلعي؟ انتباه، ساعة التنفس بلشت. شوفوا كيف عم يتطلعوا فينا، نظرات عم تنقط سام. ما ايه، شو ما كان سبب حبسكم وشو ما كان جرمكم، قاتلين ولا حرامية، في مين يحبكم ويكون واقف معكم؟ بس إذا كنتي جاسوسة للشرطة ما رح تقدري تنفدي بحالك أبداً. هيك نظرات الجواسيس. خلصنا، شيلك منها. ليه؟ إيبك حبيبتي، روحي 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 روحي. شو صاير معها هاي؟ إيبك رجعت لعنا، رجعت بنتي لحضني، رجعت البطلة لعندي. برافو إيبك. نحن طالعنا إيبك، أنقذنا إيبك ورجعناها لحضننا. عدوة يلا يلا إيبك الحلوة والله. هاي إيبك البطلة، رجعت إيبك لعنا، رجعت أهلا وسهلا فيها بيناتنا. شو صار؟ ليش ما عم تطلعوا لهون؟ شوفونا. رجعوا جماعة قدرات كاملين، جربوا تقربوا علينا هلا. يلا وقفي لشوف، شدي ظهرك لا تبيني قدامهم ذليلة. طلعي عليهم جن جنانه. نازان كانت المفضلة عند قدرته، لهيك قتلتها المجنونة بسبب غيرتها. بس الله ما بيضيع عنده شي، شوفوا كيف طالعة ذليلة. ايه فيكن تقولوا المخالفة ممنوعة عند زيرين، وقت كنت بالمنفردة خبرتني إنه زيرين كانت عم تعذبها. كيف؟ إيه كانت تضربها وتعذبها. إيه ضربتها وشو صار؟ ليكن استقبلوها مثل البطلة بالنهاية، عن جد مو طبيعي. لا أنا شبعت تسلط من هدول ورح يطق عقلي. إيه هيك من الأول احكيها هيفيس، لسه أنا طالعة مثل رأس الحربة، عن جد تعبت من إني يكون على طول معارضة. شكلهم عصبوا. شوفي معلمتي، ما عم يضطروا يطلعوا فينا. ربون منيح يا بنات، مصدومين يا حرام، هاجمونا بأي لحظة. عاجبك أختي؟ قاعدين مكاننا وعم نتفرج على الأحداث بهدوء وكأنه عم نشوف فيلم رعب. بالزور ماسكة حالي، خليني ساكتة. لا تسكتي أختي، لا تسكتي. لشو ساكتة؟ ألو، نحن هيك مستعدين على الآخر. ألو شو ما في شي، ما في شي، لا تخافي ما في شي. هلأ مو وقت المشاكل، مانو الوقت المناسب، مانو الوقت المناسب. أنت رح يكون الوقت المناسب يا أخي. خليكم عم تستنى. نقعد مثل رجل الكرسي ونستنى، شو هالحالة هاي؟ عزو احكي لك شي كلمة بقى. يلا يه